Good morning from MTV Alive. صباح الخير من MTV Alive لكل اللي عم يحضرونا اليوم بلبنان وبكل أنحاء العالم. جمعة 22 أيلول 2017، كل نهار جمعة طبعاً منوعة مع بسمة أكبر لأنه الأمل بالويك أند بيكون صار كتير قريب. طبعاً التحضيرات بعدها مكملة. بدي أقول شغلة لكل الأشخاص اللي عم بحسوا حالهم داون بهالفترة، عندهم نوع من حزن، من كآبة، من هيك ضياع شوي. هو بكل بساطة لأنه في نوع من الديبرشن له علاقة بالمواسم. هالديبرشن بنحس فيها لأنه في تغيير، وكل تغيير إجمالاً بيخلينا نحس بشوية ضياع، شو رح بيكون ناطرنا، خصوصاً للأشخاص اللي ولادهم بلشوا بالمدرسة أو رح ببلشوا بالمدرسة، لأنه في هيك هالشي اللي حاملينه معنا من نحن وصغار، وهو الخوف من المدرسة، نعطى الهم، نحس حالنا دايما تحت المجهر، رح ننجح ولا ما رح ننجح. تذكروا بس بكل بساطة أنه مش كل شخص نجح بالمدرسة نجح بالحياة، ومش كل شخص كان عم بيتعذب بالمدرسة ما نجح بالحياة. في كتير أمثلة ما رح نعدهم، أشخاص مشاهير كتير. فمن شان هيك خلينا نخفف ستريس عن حالنا وعن ولادنا كمان. خليني أقول بونجور لستيفاني ولا إيليا اللي موجودين معنا اليوم. هلو هلو هلو، كيفنا اليوم؟ في ثلاثة أشخاص نحن اليوم. جابي خلينا لحظة بس نشوف النوتيفيكيشنز وهيك. إجيك مساج عم يسأل النوتيفيكيشنز على التليفون وهيك. أفرض كلها كيف يكون اليوم؟ تمام، كيفك أنت؟ فضايح اليوم مع جابي، منيحة. شو عنا اليوم؟ اليوم عنا إيت سمارت مع نتالي ياغي، بدنا نحكي عن الوزن والتغذية بعد عمر الأربعين، وعنا وصفة ما خصنا بهالموضوع لحظة شوي. إذا بتريدوا يعني نحن بالعشرينات ما بليز. وكمان عنا بي واتس كوكينج وصفة جديدة مع دلال كنج. إلي؟ بتكنولوجي رح نكون عم نحكي عن هيك في أخبار سريعة شوي من أمازون. أكوزيشن امبارحة كانت عم بتصير لبعض الأمور بين جوجل و اتش تي سي، بالإضافة لهيك أبديتس من اير بي ان بي بعتقد رح يكونوا عم بيفيدونا بسفرتنا. اسم الله عليك، اسم الله عليك، عطول عطول راكد قبل التكنولوجيا. جرب جرب. ما سألتوني أنا شو عندي؟ أنت شو عندك؟ أنا عندي كل نهار جمعة يعني أحلى فقرتين عندي، كابلز وماي رايتس. اليوم اثنيناتهم بيحكوا عن الكابلز، كمان ماي رايتس رح نحكي فيها عن الحقوق المادية بين الأزواج اللي للأسف عم بيكون في بيناتهم كتير مشاكل، ومع فادي حلبي بكابلز رح نحكي عن قدي لازم نحب نفسنا قبل ما نحب الآخر. رح ناخد وقفة صغيرة هلأ ومنتابع مع أب تو ديت. منبدا مع اخبار امنيه مثل العاده، هالاخبار يلي دائما منبلش فيها اب تو ديت ويلي هي دائما هم المواطن اللبناني. ما بعرف ستيفاني اذا سمعتي الاسبوع الماضي لما كل الناس قعدت ببيوتها فضيت الطرقات، لانه وصل من السفارات هيك نوع من ترقب او تحذيرات طلبوا فيها من الاشخاص يلي مش من الجنسيات اللبنانيه ما يروحوا على المولات، ما يروحوا على أماكن فيها تجمعات، ولكن ما صار شيء الحمد لله. لأنه قيل بأنه بوقتها ودغري بنفس النهار تم إلقاء القبض على 19 شخص شكوا فيهم بأنه يكونوا تابعين لداعش لهالإرهاب يلي ما عم يخلص بقى. رفضت القوى الأمنية أنه تعطي أي تفاصيل أو تكشف عن أي أسامي قبل ما تكون تأكدت من هالموضوع، لأنه تمكنوا بعدين من انتزاع اعتراف من بعض هالموقفين هولي بأنه كانوا نعم عم بيخططوا لتنفيذ عمليات أمنية ببعض الأمكنة بالتوجيه من الرأس المدبر الموجود بمخيم عين الحلوة المصري يلي هو من أم لبنانية من بلدة فنيدق الشمالية والملقب بأبو خطاب.
وأكد المرجع بأنه طبعا حربنا انتهت بالجرود ولكن مستمرة وين ما كان ضد هالترهيب أو هالعدو الإرهابي يلي ما بنقدر يعني ما بنقدر نطمن بالنا انه ما بقى موجود. اكيد دائما ناطر الفرصه لحتى يكون عم بيخرب الامن الداخلي ويغدر باللبنانيين. رح نمنعه من القيام بهالشيء. ورسم قائد الجيش العماد جوزيف عون خريطه الطريق لمواجهه هالارهاب بالتركيز الدائم والحثيث على العمليات الاستباقيه ضد المجموعات والخلايا الارهابيه وين ما كانت موجوده. بنوجه لهم تحيه لكل القوى الامنيه للجيش اللبناني، لانه بفتكر لبنان اكثر البلدان يعني عم بيكون في خطوات استباقيه. صحيح ستيفاني، صح. يعني بلدان العالم اللي هالقد كبيره اللي هالقد الامن بيقولوا انه مكموش فيها وكنا نطمن بالنا، عم بيصير في عمليات اكبر بكثير من ما نحن متوقعين. يعني صح، تحيه له. رح نحكي عن اعصار ماريا. تسبب اعصار ماريا بدمار كامل لشبكات الكهرباء بجزيره بورتوريكو، وحوالي 3.5 مليون شخص غرقوا بالظلام. وقال رئيس وكاله اداره الكوارث بانه الكهرباء مقطوعه بالكامل عن جميع المشتركين بهيئه الطاقه الكهربائيه ببورتوريكو. وصرح لصحيفه محليه وقال لما بنتمكن من الخروج رح نلاقي جزيرتنا مدمره. وأشار مركز الإعصار الوطني بالولايات المتحدة إلى أنه فيضانات كارثية كانت عم تجتاح أجزاء من الجزيرة، وقد تسببت العاصفة المدمرة بوفاة 7 أشخاص على جزيرة دومينيكان يلي تضررت كتير يوم الاثنين الماضي. وأظهرت صور ومقاطع فيديو التقطت من الجو منازل تم تسويتها بالأرض، وهنالك توقعات بارتفاع عدد الوفيات نظراً لاستمرار انقطاع الاتصالات وقلة المعلومات المتوفرة. شو عم بيصير؟ يعني شو عم بيصير؟ يعني الإرهاب من مال والكوارث الطبيعية من مال، يعني عن جد الكوارث ما فيك تسيطري عليها وما بتعرفي شو ناطرك. يعني اكيد هيدي الشغله كثير بتخوف. الله ينجي يعني الكل، ونحن اكيد نكون محميين يعني مش بس من الارهاب انما من الكوارث ايضا. رح ننتقل لالمانيا. اصدرت المحكمه الالمانيه حكم برجل الماني كان عنصر سابق بالمخابرات الالمانيه لانه عم يتهموه بتسريب اسرار للدوله. كان عم يتخفى كشخص ارهابي عبر الانترنت. ووفقا لصحيفة The Guardian تم اعتقاله وسط هيئة المخابرات المحلية، ولكن من بعدها تم إطلاق سراحه لأنه فسر لهم بأنه هو كان عم يتسلى بغرفة من دردشة على الإنترنت وكان عم يتظاهر بأنه إرهابي فقط لأنه كان عم يشعر بالملل. شو يعني؟ طب زهقان كان ستيفاني، بس أقول لك ليش شو اللعبة. فهو كان بس هيك عم يختلق شخصيات ويدعى روك أم، عم يختلق شخصيات بتدعي بأنه هي عندها نزعات إرهابية. وهالشي يعني أبداً منه بوقته، يعني بهالوقت يلي مليان شو هالنكتة يعني مش معقول. لا ولا لا اقول لك انه هو ما بفتكر كثير شخص موزون، لانه قبل كمان بيقولوا انه كان يعمل بمجال الافلام الاباحيه، وبوقتها كمان عمل بلبله كثير كبيره ولفت انتباه الراي العام بالمانيا. فلازم ننتبه يعني على كل حال نحن من كل شيء بيصير على الانترنت خصوصي الجنون فنون نون. بتحبي الدرة؟ كثير. رح نشوف هلا درة غير شكل. نجح الفلاح التركي هاليس كاتمان بولاية أكسراي بوسط البلاد بإنتاج حبوب درة بألوان مختلفة. وبيشتغل كاتمان بالزراعة منذ 12 سنة، وهو استوحى طريقة إنتاج بذور الدرة الملونة من أحد أفلام الوثائقية مثل ما عم نشوف هون. الألوان تاخذ العقل. وبعد عمليات البحث قام بجلب دفعة من البذور من الولايات المتحدة الأمريكية، ووصلت دفعة من هالبذور الملونة قبل 6 أشهر حيث زرعها بمساعدة زوجته، وهي عبارة عن حبوب ملونة بعدة ألوان مثل الأصفر والأزرق والزهري والأحمر والبرتقالي. ولكن واجه مشكلة صغيرة وهي إقناع الكثير من الناس بأنه هالحبوب حقيقية
ومنا اصطناعية، وقد تداول ناشطون على مواقع التواصل هالصور لحبوب الذرة بألوانها المميزة، وتفاوتت التعليقات بين الإعجاب والاستغراب. سلبي كثير هلا وعلى القليل صحيين، والدرة هلا على الموضه يعني عم بيعملوا خبز وهيك، ما بعرف اذا هولي شي نهار بنشوفهم بلبنان بنرغب الاولاد انه يكونوا عم ياكلوا اشياء صحيه على كل حال، وصح واكيد بيحبوا ياكلوا درة بهالالوان فن على الاخر. رح ننتقل لاخر خبر لليوم، وبنحكي سينما شوي. اقرت او خبرت الممثل الأمريكية إيما ستون بأنه هي ما كانت تمارس أي نوع رياضة، ولكن لما طلب منها أنه تجسد دور المصنفة الأولى بعالم التنس سابقاً بيلي جين كينغ بفيلم اسمه باتل أوف ذا سكسز يلي بينطلق يوم الجمعة بالصلاة الأمريكية، قالت بأنه اضطرت أنه تبلش تمارس الرياضة، وهي كانت قبل شفناها بالرأس بفيلم لا لا لاند، فهون صار في امور اخرى بدها تشتغل عليها. وبوقتها خلينا نخبر بانه هاللاعبه التنس كانت قادت المعركه من اجل المساواه باجور لاعبي التنس بين الرجال والسيدات من اكثر من 40 سنه، فإيما ستون جربت تتخيل حالها بموقف هالشخصية هاي، وقالت انه لما منجسد شخصية شخص بعده عايش هيدا الشيء فيه مخاطرة كتير كبيرة وفيه ضغط كتير كبير. بنذكر انه صارت اصدقاء او اصحاب كتير مع لاعبة التنس اللي اليوم تبلغ من العمر 73 سنة، اما إيما ستون فعمرها 28 سنة، وقالت انه تعرفت على كل المشاكل اللي كانت عم بتصير بوقتها تحديدا مع الرجال وتحديدا مع بابي سنة 1973 لحتى تقدر تعرف شو الأجواء العامة وشو النفسيات. يعني ما أنا بس قصة لعب التنس، إنما هي قصة اجتماعية كانت بوقتها مهمة كتير. وقالت إنه هي ولا مرة بحياتها حتى لعبت تنس، فلنشوف. قالت إنه كنت أرقص منيح وحركة جري كانت منيحة، وخصوصا لما مثلت، تنشوف هلا قد قدرت تجسد، بس أكيد يعني في عمل محترف جدا. ستيف جريت، رح نشوف سوا صورة اليوم من العقورة، وتحية لكاتيا أكيد إذا عم تحضرنا، والطقس غائم جزئيا مع استقرار بدرجات الحرارة الماكسيموم 31 درجة على الساحل اليوم. الطقس بياخد العقد عشية، الطقس بيعقد بالنهار يعني بالنهار وبالليل وبين تشرين، كل يوم بدي أقوله وبين تشرين وتشرين صيف تاني التقز كتير حلو، وما نخاف انه نظهر ولادنا، وفي ايفنتس كتير كتار على كل حال، خصوصي للولاد وخصوصي ليلي بعد ما بلشوا مدرسة. نحن ولادنا بلشنا، نحن رح نخلص رح ياخذوا باكم جاي شافت ولاد عم بحضروا شنطهم وكتبهم بالمكتبة، قالت لي مام نحن بلشنا بدنا ناخذ الفرصة هلا عندهم فحص. رح ننتقل لعند الي وتكنولوجي.